الله. عن مالك، وعن مالك ماذا تفيد؟ من يعرف؟ وعن مالك ماذا تفيد؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعن مالك في الأخير؟ لا تفضل. تفيد العطف، اطفوا علينا يا جماعة. تفيد الحصر، احصر جوابك. نعم، هذا معطوف على الاسناد السابق، اي وعن مالك رواه عبد الله بن يوسف. هناك رواه عبد الله بن يوسف عن الليث، وهنا عن مالك رواه من؟ عبد الله بن يوسف التنيسي أبو محمد الكلاعي، ثقة متقن، أصله من دمشق ومن أثبت الناس في الموطأ. فبالتالي إذن هنا وعبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، فإذن هذا ليس بمعلق، هذا ليس بمعلق عن ابن عمر عن عمر في العبد، اي في القسم الاخير في العبد. نعم تفضل. شفنا في حديث عمر هنا وعن مالك عن نافع، هنا لم يتابع مالك الليث عن عبد الله بن يوسف. مش المبحث المتابعه، نحن نقول ما معنى واو. لكن هي متابعه. هسه المتابعه نوعان، في متابعة قاصرة وفي متابعة كاملة. هذا الحديث الثاني عن عمر، هذاك الأول عن ابن عمر. عن أبيه، عن أبيه. هو أبيه مين؟ عن أبيه. سالم يقول عن أبيه يا رجل، ركز. سالم يقول عن أبيه، مين أبي؟ من أبوه؟ ابن عمر. بينما الثاني ابن عمر عن عمر. فبالتالي هذا مخرج شماله يختلف عن هذا مخرج، لكن نحن نريد أن هذا هل هي صيغة معلق؟ الجواب ليست صيغة معلق، وإنما هي هو عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك. ما هو القسم الأخير في العبد؟ ما هو؟ ومن ابتاع عبدا وله مال فماله. نعم، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه. طيب.